الأول من مايو من عام 1848، توقفت في مسقط زمن السلطان سعيد بن سلطان الرحالة النمساوية آيدا فيفر، التي قامت برحلات واسعة حول العالم، وقد وصفت مدينة مسقط بأنها محصنة تحصيناً قوياً، كما وصفت منازلها وقصر السيد سعيد وقصر والدته والطرق الضيقة والمحلات التجارية. الأول من مايو من عام 1931، اجتمعت في بريطانيا اللجنة البريطانية المشتركة بين مجلسي العموم واللوردات لمناقشة مدى إمكانية إيجاد اتحاد أوثق بين دول اتحاد إفريقيا الشرقية الثلاث، كينيا وأوغندا وتنغانيكا. وقد اختارت الإدارة الإنجليزية الشيخ مبارك بن علي الهنائي وحمد بن محمد بن عيسى التمامي للسفر إلى لندن لتمثيل عرب وسواحلية مومباسا للمشاركة في المناقشة، وناقشت كذلك مسألة كينيا المستعمرة من ناحية وكينيا المحمية أي الشريط الساحلي من ناحية أخرى. يذكر أن الشيخ مبارك أصبح واليا على مومباسا عام 1937، ثم واليا على الشريط الساحلي بأكمله عام 1941. الأول من مايو من عام 1936، أتم الناسخ سعيد بن عبد الله الدغاري نسخ كتاب الأنساب لسلمة بن مسلم العوتبي، ونسخة أخرى كذلك من نفس الكتاب أتمها في 24 من مايو من نفس العام، وكلاهما للشيخ إبراهيم بن سعيد العبري. الدغاري هو من سيق بالجبل الأخضر واستوطن تنوف، وكان يتردد على الحمرة خصوصا مع الشيخ إبراهيم العبري، وهو من النساخ المشهورين كما هو الحال مع عدد من أفراد أسرته، وقد اشتغل كذلك بكتابة الصكوك والعقود والوصايا. الأول من مايو من عام 1973، أنشئت قيادة شرطة المهام الخاصة تحت اسم وحدة القوة المتحركة، ثم غير اسمها إلى قيادة شرطة المهام الخاصة في 17 من يوليو من عام 2000، وهي من التشكيلات التي لا تعمل تحت نطاق مكاني معين، وإنما يتم الاستعانة بها في جميع محافظات السلطنة، وتقدم عدداً من المهام والواجبات. الأول من مايو من عام 1999، تم في صحار التوقيع على اتفاقية الحدود بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة. جرى التوقيع أثناء زيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات لمدينة صحار. الأول من مايو من عام 2003، توفي الشاعر يحيى بن محمد بن سليمان البهلاني الإزكوي. صدر له 18 كتاباً، منها 5 دواوين شعرية، وألف كتاباً تعليمياً عنوانه كيف أكتب شعراً، وله سلسلة في التراث العماني نشر منها 12 كتاباً، كما كتب في الصحافة العمانية.
ولد البهلاني في إزكي عام 1971، أي أنه عاش حوالي 32 سنة كانت غزيرة الإنتاج. الأول من مايو من كل عام تشارك السلطنة دول العالم باليوم العالمي للعمال.